خلونا نرجع مرة تانية لزميلتنا لمية عشان نعرف منها النشرة الفنية وأخبار المسلسلات اللي حصل فيها. تفضل يا لمية، احكي لنا كده عشان احنا يعني امبارح تابعنا المسلسلات والأحداث كلها شيقة جدا. تابعي معايا بقى الفقرة دي. يلا بينا. مشاهدينا برحب بيكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. قد الشبوة الصغيرة يا ياسين. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسباب. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المهام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هيا بقى! موسم البط ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ الفنان عمرو يوسف اتكلم عن دوره في مسلسل الكتيبة 101 وقال انه كان في مجموعة من العوامل اللي بنى عليها الدور، منها استعداده وتقمصه لشخصية الرائد نور في المسلسل. وقال كمان في البداية قابلت مجموعة من الضباط الحقيقيين حكوا لي عن تجربتهم الشخصية وعمليات ومواقف مروا بيها ومواقف صعبة ومهمة اتعرضوا لها، وكنت براقبهم علشان اخد طريقتهم في الحديث وفي الحركة كمان، وكنت بخرج منهم بتفاصيل أدائي لشخصية نور. ومن هنا اتولدت الشخصية لأني كنت عاوز أقدم الدور بشكل طبيعي وحقيقي كمان، فركزت على السمات الشخصية والحركية وغيرها من حياة الضباط. البرومو الترويجي لمسلسل الأول لمسلسل حرب بطولة النجم أحمد السقا ومحمد فراج حقق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد إطلاقه على الحسابات الرسمية للشركة المنتجة. وظهر خلال البرومو للمسلسل اللي هيتعرض بداية من 21 رمضان ملامح شخصية النجم أحمد السقا والفنان محمد فراج وسط أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق. مبقاش ورايا غيركم، هنتقابل. الظافر بإذن الله. خد لك سادة. هم 11 جولة، 6 شطرنج و5 ملاكمة. بس لما هنلعب ملاكمة لما الضربة تيجي في الراس مش هيبقى فينا دماغ نلعب شطرنج. ما هي دي اللعبة. شفتك خفت. الباشمهندس زياد فجريت اللي هيصنع لنا الصواريخ. لا لا لا، أنا قلبي وجهني عليه. ايش ملك كمية دي والعدد ده بتاع جيش؟ ما هو عشان يبقى جيش قصاد جيش عسكري ده لازم يروح. طب ده واحد رفع السلاح في وشك عشان يقتلك الا اذا بايع تاني. انا عايز انصحك نصيحة انت ما تستاهلهاش. انا عاوزك تاخد اجازة طويلة. انت بقى عايز تحميني ايه؟ عشان دي كانت المبايعة ولا خايف من الظافر يا قاضي؟ انا عاوزهم يعرفوا مكاني. المخرج خالد يوسف هينتهي من تصوير آخر مشاهد مسلسله سره الباتع قريب جدا، واستمر تصوير المسلسل لشهور في الديكورات اللي كانت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخارجها، وبيشارك في المشاهد النهائية النجم أحمد السعدني وعدد من الفنانين، وبعدها هيدخل المخرج خالد يوسف غرف المونتاج لاستكمال باقي الحلقات. الوجه الجديد خالد حميدة قال إنه سعيد بمشاركته في مسلسل سره الباتع، وده مع المخرج خالد يوسف، وقال كمان إنه ما كانش متوقع إن شخصية رمضان اللي قدمها في المسلسل تنال كل الاستحسان والقبول ده عند الجمهور. حميدة قال كمان إن سره الباتع بيعبر عن شخصية الناس المصرية البسيطة برؤية معاصرة. احتفل صناع وأبطال مسلسل مذكرات زوج بالنجاح الكبير اللي حققه العمل المكون من 15 حلقة وبيتعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وعلى رأسهم أبطال العمل وصناع التتر اللي حقق نجاح كبير بصوت النجم حميد الشاعري.
الموسيقار تامر كروان اتكلم عن كواليس عمله على الموسيقى التصويرية لمسلسل رسالة الإمام، وقال شغلي مع المخرج السوري ليث حجو كان مختلف جدا، فهو مخرج كبير وعنده رؤية إخراجية مختلفة. ليث حجو عامل المسلسل بإحساس مختلف وغير تقليدي، فقال لي احنا عاوزين موسيقى غير تقليدية، غير ما الجمهور معتاد على استخدام الآلات اللي زي القانون والناي، بمعنى اننا استخدمنا أوركسترا فيها آلات شرقي لكن كمان فيها وسائل حديثة. الفنانة آية سماحة نشرت صورة ليها بصحبة شيرين رضا في كواليس مسلسل الصفارة، وشاهدت الحلقات الماضية ظهور مميز للفنانة شيرين رضا اللي قامت بدور صاحبة شيرين زوجة أحمد أمين، وكانت بتحاول تصلح العلاقة بينهم بسبب أزمة منتصف العمر اللي كانوا بيمروا بيها. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية لبسانت مصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.